السلام عليكم، مرحبا في قناة منى لتعليم قيادة سيارة في أبو ظبي. السلام عليكم أخت منيرة. السلام، كيف صحتك؟ بخير. اليوم إن شاء الله متواجدين في منطقة سكنية تجارية ومزدحمة شيئا ما. نريد أن نطبق بعض القوانين اللي جدا مهمة للطالب المبتدئ أو للسائق المبتدئ ذات الرخصة الجديدة. إحنا الحين متواجدين في شارع فرعي مع علامة قف، فإجباري لازم نوقف لأن الشارع طبعا سيارات متواجدة فالأولوية للشارع الرئيسي. تفضل، ما في حد، نطلع على المسار الأول لو سمحتي منيرة. دائما الانعطاف لازم يكون على المسار الأول، انعطاف يمين لازم يكون في المسار اليمين. مطب أمامي أخفف سرعتي مع مراقبة مرآة الوسط، صح؟ ودائما إخواني أخواتي القيادة في طريق طبعا شبه سكني او مزدحم او تجاري لازم ننتبه كثير الى المشاة من جهة اليمنى او الجهة اليسرى، وننتبه الى اخطاء اخرين لانه في هذه الانواع من الطرق ممكن ان يقع فيها طبعا حوادث بكثرة اذا كان السائق غير منتبه وغير متوقع اخطاء الاخرين. طبعا غيرنا مسربنا تدريجي مع الاخت منيرة. منيرة ما شاء الله سواقتها كتير حلوة، هي طبعا عندها ثقة بنفسها. نغير أقصى اليسار منيرة، ليش؟ لأن سوف نقوم باليوتر. اليوتر زي ما بتلاحظون جزيرة عريضة، هذا اليوتر منظم بالإشارة الضوئية كما تلاحظون. فطبعا اليوتر جزيرة عريضة، بندخل من المسار اليسار والخروج من أقصى اليسار. بالنسبة للقيادة في المناطق السكنية يجب الانتباه التام، ويجب طبعا ترك مسافة الأمان وتوقع أخطاء الآخرين، ودائما الانتباه إلى الجوانب من جهة اليمين واليسار. ودائما أنا بحث على الرؤية الشاملة والمحيطية التي يجب على السائق المبتدئ أن يتعود عليها، يعني لازم يكون على دراية بكل ما حوله، بمعنى رؤية 360 درجة اللي هو محيط الدائرة. يلا تفضلي منيرة، حنخرج طبعا من مسار اليسار. بعدين طبعا بعد مسافة معينة نغير المسار، مراية وسط يمين كتف. طبعا دائما نتبع المراية الوسط اليمين ونظرة الكتف. بعدين إشارة وأغير مساري. أنا الحين متواجدة في المسار الوسط، طبعا لا مشكلة في ذلك، ممكن أن أتواجد في المسار الوسط أو اليمين، ولكن دائما أترك المسار اليسار فاضي للتجاوز أو للسرعة العالية، وخاصة هون إذا حد عاوز يتجاوز فبيكون من المسار اليسار لازم أتركه فاضي. أنا أتواجد في المسار اليسار متى؟ إذا كنت متجهة لليسار زي ما بتلاحظون. مطب أخفف سرعتي، انتبه على خطوط عبور المشاة. غير مسارك لو سمحتي منيرة على أقصى اليسار، ليش؟ لأن حنروح على تقاطع يسار. خليكي على هذا المسار. شوف الحين تقاطع يسار، إحنا موجودين هون مسربين، المسار هذا اللي إحنا متواجدين فيه يروح لليسار، أما اللي جنبه بيروح يسار واليوتر، فأنا بكون هون في المسار الثاني لأنني سوف انعطف الى اليسار. دائما وقوفي بيكون قبل الخط المتصل الموجود في الطريق. طفي اشارة لان اجباري رايحين يسار، صح؟ منيرة كيف، شو تلاحظي القيادة هون في هالمنطقة؟ سهلة. وشو استفدتي منها؟ لا سهلة لأن أنت ما شاء الله بتسوقين، لأن ما شاء الله أنت طبعا منيرة هي طالبة بتسوق، يعني ما شاء الله ما عندها رخصة ولكن عندها خبرة في قيادة السيارة، صح ولا لا منيرة؟ صح. وين تعلمتي؟ من أخواني في البيت. ما شاء الله منيرة هي الأخت الوحيدة مع إخوانها
فكانت مدللة ما شاء الله في السواقة. فالحين حنروح يسار. الحين في هالفيديو ان شاء الله عاوزين نركز على موضوع اللي هو القيادة في المناطق السكنية وكيف نطبق قانون الانعطاف. تفضلي لو سمحتي. دائما التزم بالمسار اللي انا طبعا دخلت منه. هون شوف لحظه معايا في السهم بيقول لك اجباري لازم نغير اشاره لو سمحتي مع مراقبه المرايات، وننتبه الى المسار والسهم الموجود في الطريق. لاحظوا معايا الطريق اتجاهين، ننتبه للشواخص وللمشاة، الناس اللي ممكن تعبر من اليمين او اليسار. حطي اشاره يسار، حنروح للانعطاف اليسار لو سمحتي. روحي قدام شوي، انعطاف لليسار، لا قدام شوي، روحي امام عشان التقاطع. ميرا لازم اعطي حق الاولويه. لماذا؟ لان قانون الانعطاف لليسار اولويه للقادم من الامام. يلا حلف، يعطينا فرصه نلف. يلا عدل السكان. منيرة انت اذا كنت من عطفة لليسار اولوية لمين؟ للقادم من الامام. فطبعا اختي او اخي المبتدئ في القيادة دائما الاولوية للقادم من الامام. نغير مسارنا، نتجاوز هذا السيارة المتواجدة، نحاول نتجاوزها دائما بالاشارة اليسار. ندخل على اليسار لو سمحتي منيرة. المناطق طبعا هون اتجاهين ضيقة شيئا ما، فهون بيبين الشخص او السائق المبتدئ انه يحاول يكون حذر وينتبه للشواخص والخطوط الارضية اللي موجودة في الارض. الانتباه التام من السيارات اللي ممكن ان تكون طبعا عند خروجها من الباركينات او المواقف. انتبه على هذا، روحي على اليسار لو سمحتي منيرة. أيوة طبعا السرعة هون منخفضة، منطقة سكنية بامتياز وتجارية، ستوب إجباري. فأنا متجهة لليسار، حطي إشارة لو سمحتي منيرة. حنروح على اليسار اقتراب من الخط، نشيك نفحص اليمين يسار ما في حدا طلع. تابعي قيادة في طريق اتجاهين. هنا منيرة أكثر شيء بنركز عليه هو وضعية المركبة. لماذا؟ لأن الطريق اتجاهين، وباركينات على اليمين، باركينات على اليسار، محلات تجارية إلى آخره. فطبعا نكون حذرين، التركيز لازم يكون موجود وبشدة. تابعي سيدة، بعدين حلف يمين، حننعطف يمين، سوف ننعطف إلى اليمين، اقصى اليمين، ستوب مع اشارة اليمين لو سمحتي منيرة. نشيك على اليسار ما في حدا طلع، ندخل على اليمين، الحين منيرة حنعطف لليسار. اوكي اكيد احنا عندنا علامة قف، حنوقف عند الخط قانون الانعطاف الاولوية للقادم من الامام. روح قدام شوي قدام، ايوه ستوب هون. الشارع طبعا تقاطع من اليمين من اليسار والامام، وانا منعطفه لليسار اولويه للقادم من الامام. لازم ننتبه لهذا النوع من التقاطعات اخواني اخواتي المبتدئات. يلا منيره تكوني مستعده عشان ما نعرق السير. ننتبه، هو صراحة لازم يكون الإنسان شوية صبور وطولة البال. طلع تابع اليسار بعدين إلى الأمام. سوف ننعطف مرة ثانية لليسار منيرة. موضوع الفيديو بتاعنا هو القيادة في منطقة طبعا مزدحمة مع تطبيق قانون الانعطاف.
عندي طبعا قف اجباري، فانا بوقف هون ستوب، بعدين حنعطف لليسار لو سمحتي. صبر شوي، الاولويه لإله صح؟ الا اذا كان هو منظم، اذا كان القادم منظم عندي بالاشاره فانا بتحرك. اطلعي، اعطانا فرصه. طبعا تبعي تبعي تبعي، لازم دائما اي كونتاكت، يعني التواصل بالنظر للاخر، للسائق اخر، لان احتمال سائق اخر فهو بيعطيك فرصه انه تمرين، صح ولا لا منيره؟ فدائما لازم اتواصل مع السائقين الاخرين، اللي هو التواصل بالنظر. وطبعا نطبق القوانين، ولكن احيانا نطبق كمان السلوكيات. السلوك يعني هو اعطاني مجال، الحق علي بس اعطاني مجال. ادخلي على اليمين لو سمحتي، لفي على اليمين. ايوه نتابع. اخواني اخواتي، قانون الانعطاف وهو عند الانعطاف الى اليسار الاولويه للقادم من الامام. وثاني شيء طبعا القياده في منطقه مزدحمه، في طريق اتجاهين، في منطقه سكنيه، في منطقه تجاريه، طبعا بامتياز لازم التركيز الكامل، ترك مسافه الامان واي كونتاكت، هي التواصل بالنظر مع مستخدمي الطريق الاخرين وخصوصا السائقين. يعني السائق طبعا في السياره لازم اتعامل معاه كمان بالنظر، يعني هل يسمح لي بالمرور ام لا، خصوصا اذا كان الطريق. ادخل على اليمين لو سمحتي منيرة. خصوصا اذا كان طريق زحمه فالحق عليه، ولكن لازم نحاول طبعا نتعامل بالسلوك، اللي هو نتعاون ونتساعد فيما بيننا، خصوصا في التقاطعات الغير منظمة، ولكن منظمة بقانون الأولوية. ولكن أحيانا طبعا زحمة، نظرا لزحمة السير، فلازم نتعاون فيما بيننا والتواصل بالنظر. روحي إلى الأمام لو سمحتي، افحص يمين يسار في التقاطع، ما في حدا، نطلع. حندخل على اليمين منيرة لو سمحتي، بعدين حندخل على اليسار نشوف لينا باركين، حندخل على منطقة المواقف. منيرة نحاول نصف السيارة، وين حنصف السيارة؟ على هذه المنطقة. حط إشارة يسار، رجلك على البريك. منيرة هذا الباركين شو نوعه؟ 90 درجة صح؟ 90 درجة. يلا نحاول ندخل، عندك فكرة؟ دائما بنترك أول خط بتاع الباركين مقابل قبضة الباب اللي بتشوفون طبعا معايا، واللف كامل على اليسار بدون بنزين، شوي شوي عدل السكان منيرة. تمام. طبعا هادو يعتبروا باركينات، مواقف ضيقة، اهم شيء يكون داخل الخط، داخل الخط. فطبعا الباركين شوية مائل، بس معلش لان هذا يعتبر من الباركينات الضيقة. إلى هنا نكتفي بهذا القدر. منيرة شكرا على القيادة، القيادة بتاعتك ما شاء الله يعني تحسنت كثير، وأصلا أنت ما شاء الله عندك ثقة وعندك جرأة في السواقة ما شاء الله. بالنسبة لأخواني وأخواتي المبتدئات، أشكركم على المشاهدة. أختي الكريمة، أخي الكريم، إذا كنت أول مرة تشاهد قناة منى لتعليم قيادة السيارة، لا تتردد في الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، والإعجاب. إذا عندك أي استفسار لا تتردد في ذلك. أشكركم على المتابعة وعلى الدعم. إلى اللقاء، والسلام عليكم.